كاوش ميديا. بالعادة كانت حروب إيران مع إسرائيل هي حروب بالوكالة، واليوم هو هجوم واضح، ويأتي الحرس الثوري الإيراني ويعلن بكل صراحة بأنه تم قصف منشآت إسرائيلية على أراضي عراقية. ألن يؤذي هذا الكلام العراق اليوم؟ يعني هناك أيضا سيادة عراقية ومواقف دولية وسياسة خارجية عراقية ذو سيادة. بالتأكيد، يعني كلامك صحيح، أنا أوافق على ذلك كاملا، ولكن لا يجب أن يفسح المجال لاستخدام الأراضي العراقية أو أراضي أي دولة أخرى. يعني هنا لا أتكلم عن موضوع يعني فقط العراق، يعني أي دولة لا يجب أن تفسح المجال لإرهابيين أن ينطلقوا من أراضيها ضد دولة جارة. يعني الجيرة أساسها أن لا نفسح المجال لعمليات إرهابية ضد جيراننا. عندما يستخدم الإسرائيليون إقليم كردستان العراق لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إيران، للقيام بتطير طائرات دون طيار تجاه إيران واستهداف مراكز وقواعد في إيران، وعندما يؤسسون مركزا متطورا جدا، يعني هذا المكان الذي تم استهدافه كان قصر للشيخ باز المقرب من السيد بارزاني، وتحته مركز ضخم جدا للاستخبارات الإسرائيلية. طبعا هذا الكلام نفته إربيل اليوم سيد عماد، يعني هذه يعني هذا الكلام يحتاج إلى التحقيق، يعني ربما مقتدى الصدر طالب بفتح تحقيق. نعم، طالب بفتح تحقيق من أجل التأكد إذا ما كان هناك منشآت إسرائيلية في إربيل. يعني إربيل حتى هذه اللحظة نفت، نعم، وقالت بأن المنشآت هي مدنية بالكامل. طيب، ألا تعتقد هي تنفي حتى وجود البيكيكي على في منطقة إقليم كردستان؟ إقليم كردستان ينفي وجود البيكيكي، ولكن نرى أن البيكيكي موجود هناك. ينفون حتى وجود مجاهدي خالق، ولكن نعلم أنهم موجودون هناك. ينفون الوجود الإسرائيلي، ولكن نعلم أنهم موجودون هناك. آنچه در مورد ما میگویند.